مرحبا بكم سيداتي سادتي بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية لأجل نقل مراسم قرعة دورة الرابعة من كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، مناسبة لا تتكرر كثيرا بالنسبة للاعبي كرة القدم الذين يحلمون بالتألق، خصوصا وأن هذه المنافسة مؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024. بأنه كأس إفريقيا الأمم لأقل من 23 سنة هي بالنسبة للجميع هي تظاهرة مهمة ولها قيمة كبيرة، ولما كنشوفوا خاصة المشاركين الدول المشاركة دول ممكن نقول يعني الأغلبية ديالها رائدة في كرة القدم في القارة الإفريقية، وخاصة احنا اللي كيهمنا بزاف هو المجموعة اللي تحت في المغرب غانا والكونغو وغينيا. كنعرفوا بأن في هذه المجموعة البلد الوحيد اللي يعني مشى بعيد في التظاهرة هو المغرب، وصل يعني وصيف البطل في 2011 أظن، فهذا ما في شك. كيف قلت التظاهرة غادي تعطي لهذا، خاصة غادي نشوفوا ما فيها، ما عنديش شك بأن غادي نشوفوا مباريات في مستوى عالي جدا، لأنه طموح ديال هاد الشباب اللي غادي يشاركوا في كأس إفريقيا الأمم أقل من 23 سنة غتكون عندهم، غادي يكون عندهم حماس رغبة، غادي يكونوا في هاد الحماس والرغبة كتعطيهم السعادة، والسعادة أصلا داخل الرياضي بصفة عامة كتعطيه يعني يكون الأداء ديالو جيد. فاحنا اللي كيهمنا هو في هاد الشيء كامل هو أولا يكون الأداء عالي، وكنعرفوا بأنه بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي الفوز بهذا اللقب غادي يخوض ليه يعني المشاركه ديالو للكاس او الالعاب الاولمبيه المقبله ان شاء الله بحول الله بباريس، وهذا هو الحلم ديال كل المتتبعين. الغياب كاين ديال السنغال، ديال نيجيريا، ديال الكاميرون، هذا كله بطبيعه الحال كيف قلت يقدر يفتح واحد العدد ديال الابواب للمنتخب الوطني المغربي كيف قلت باش يوصل او باش يفوز بهذه التظاهره، وهذا كنظن شي حاجه اللي هي ماشي غير مستحيله، وخاصه كنعرف انه ابنائنا اللعابه ديالنا المنتخب الوطني المغربي كاين عندهم متحمسين بزاف بزاف بزاف، خاصه يعني كيف قلت وكنعاودها بانه النتائج لحق المنتخب الوطني المغربي بقطر نتائج يعني تاريخيه غادي دائما بقى في الاذهان ديالهم، غادي تخليهم يبغوا هما كذلك يدخلوا يعني بواحد الصفه معينه لتاريخ كره القدم الوطني. بحكم التنظيم ديال هاد التورنوا هادي وهاد الكاس هادي كنظن بان الحضور عندنا وافره، عندنا مجموعه اللي كنحترمها، ولكن كنقول بان الفريق الوطني فريق قوي بالعناصر ديالو، بالستاف ديالو، بالمؤهلات ديالو، بالجمهور ديالو اللي كنقول بانه كيرجع عليه فضل كبير في النتائج اللي كتحققها، لا الفرق اللي كتحققها، لا الفرق، لا المنتخبات تقريبا 7 سنين او 8 سنين.